إلا وهو حميد رشيد، بذل وجاهد وعلم وأدب ورب وقدم للإسلام خير ما شاء الله عز وجل. ولذلك مدح الله تعالى المهاجرين والأنصار، والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. برك الثلاث أقسام. رضي الله عنهم، اسمع، رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا أن هداهم وثبتهم وأعانهم على الخير، وفي الآخرة أن أدخلهم الجنة ونظر إليهم وأعطاهم الذي وعده ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف رضي الصحابة عن الله؟ أنهم أحبوا دينه وأنهم قبلوا شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الرضا يتضمن معني الحب والقبول، الرضا يتضمن معني الحب والقبول. أحب الصحابة الله والرسول وقبلوا شرع الله فرضوا عن الله عز وجل، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. قول جميل، كان السلف. وهذا القول فيه عدة فوائد، أقول بعضها حتى لا أطيل. الفائدة الأولى أن كلمة السلف ليست مصنعة ولكنها متقدمة، ليست بدعية ولكنها أثرية، ليست عصرية ولكنها متلقاة. كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. انظر، ابنك عنده 3 سنين، قل له الحمد 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 لله لله، يبقى الحمد لله الحمد لله، ربي رب، تعلموا سورة من القرآن. كذلك نعلمهم حب أبي بكر وعمر، نلوم الإنجازات والأعمال والفضل والمناقب، ولكن بطريقة سهلة ليتربى الأولاد على حب أبي بكر وعمر. قال قبيصة ابن عقبة عليه رحمة الله: حب الصحابة كلهم من الإيمان. حب الصحابة كلهم من الإيمان، الإنسان لما يحب الصحابة يبقى إنسان مؤمن ويحبهم كلهم. الصحابة متفاوتون في الفضل ولكنهم كلهم أصحاب فضل، فإذا كان بعضهم فوق بعض فهو فوق الآخر في الدرجة، فليس بعضهم درج وليس آخر درج، ولكنهم درجات، هم درجات عند الله، بينما أهل التعذيب في الدرك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أما أهل الجهاد والإيمان والتقوى والسبق والخير قال الله فيهم: هم درجات درجات عند الله. ولذلك لما وقع بعض الناس في بعض الصحابة، أي وقع بعض المتأخرين من الصحبة في بعض المتقدمين، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال، وهذا الحديث له روايات عدة، منها: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. طيب ماذا قال ذلك بعد جملة لا تسبوا أصحابي؟ لا تسبوا أصحابي، يبقى ما نسبش حد، لا نسب عمرو ولا معاوية ولا الحسن ولا علي ولا عثمان ولا أبو بكر ولا عمر ولا عائشة، ولا نسب أي صحابي، لأن سب الصحابة من النفاق. آية المنافق أن يقع في أصحاب رسول الله. ولذلك يذكر عن بعض المتقدمين أنهم قتلوا من سب أبا بكر أو عائشة، قتلوا ذلك. فهذا محمد بن زيد، وكان من أحفاد علي رضي الله تعالى عنه في بلاد ما وراء النهر، أتى رجل فسب عائشة فقال: يا غلام قم فاضرب عنقه. قيل له: إنه من دعاتنا، إنه من دعاتنا، أن يدعو إلى آل البيت. قال: والله لتضربن عنقه، إن الله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين. فإذا قال عن عائشة بأنها خبيثة لقد قال أن رسول الله تعالى خبيث، ومن قال أن رسول الله خبيث فمرتد كافر. قم يا غلام، فقام فقتله. سبحان الله، سبحان الله. فالذي يسب عائشة أو يسب أباها أو يسب عمر يقتل، يقتل، وهذا وارد عن السلف. وكانوا يضربون الأصوات في من وقع فيما وراء ذلك، يعني الذي يخوض في الصحابة يضربونهم الأصوات، وربما قتلوهم تعزيرا. أما الذي يسب عائشة أو أباها فإنه يقتل ردة كفرا، لأنه في الحقيقة يسب رسول الله. فإن الذي يريد أن يؤذي الرجل يؤذي زوجته. أي راجل كده ما شاء الله محترم، إذا أردت أن تخزيه وإذا أردت أن تجعله مكيدا فاتهمه في زوجته. ولذلك المنافقون لا يجرؤون أن يسموا، أن يشتموا رسول الله أو أن يسبوا رسول الله. يعملهم إيه؟ يسبوا عائشة. فعندما يسبون عائشة إنهم بذلك قد سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساب رسول الله يقتل ولو تاب، توبته تنفعه عند ربه، يقتل ولو تاب، وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق رسول الله أن يحفظ في زوجاته وأصحابه، فمن خاض في أصحاب رسول الله فهو منافق ولو ادعى الإسلام، ولو ادعى الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله. سبحان الله، والله يعلم إنك لرسوله. فلما شهدوا بذلك شهد الله شهادة مقابلة فقال: والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم، إذن يشهدون، وربما أرادوا الخروج للقتال، وربما تصدقوا، ولكن هذا جميعا لم يغنهم شيئا، هم منافقون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. إذن يريدون الجهاد. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس، إذن يقومون للصلاة وإن كانوا يقومون هم كسالى.